والعشاق أهل النكتة استعدوا، الفنان أشرف عبد الباقي وفريقه جايين يقدموا لنا عروضهم الكوميدية من 24 و 27 أكتوبر أكيد في مسرح الرياض بوليفارد. كشف الفنان المصري أشرف عبد الباقي عن اللي بيقدمه مسرح مصر من عروض ضمن فعاليات موسم الرياض. طبعا يعني سعداء جدا بوجودنا وجود فرقة مسرح مصر في الرياض. يمكن أول ما بدأنا المشروع ما كانش يجي في دماغنا إن احنا نبقى موجودين في السعودية، موجودين في الرياض بنعرض العرض. الفنان أشرف عبد الباقي ونجوم المسرحية عبروا عن سعادتهم بالمشاركة في السعودية وفي موسم الرياض. سعداء بوجودنا طبعا في السعودية وفي الرياض تحديدا، وموسم الرياض اللي فيه كمية كبيرة جدا من الفعاليات، اللي يسعدنا طبعا ان احنا نبقى احد هذه الفعاليات. بنعمل مسرحيتين، هنبدأ العروض من بكرة ان شاء الله، مسرحية اسمها هندي خان والمسرحية التانية اسمها سمير الدين. دول الأساس فيهم هو المجموعة كاملة بتوع مسرح مصر. نتمنى ان هم يعجبوا اهل الرياض واهل السعودية. وعن الجمهور السعودي وتفاعله في المسرح قال الفنان أشرف: جمهور متذوق جدا، يعني يمكن اما تخاطبه تخاطب ذكائه، مش تخاطب بس ان هو يضحك وخلاص، لكن بيحب الإفيه اللي متركب، اللي هو يفكر وبعدين يضحك، وده نتيجة تجربة من خلال مسرح السعودية، ومن خلال لما جيت مهرجان أو موسم جدة وعرضنا مسرحية جريمة في المعادي، فشفت ردود الأفعال على الإفيهات اللي فيها ذكاء، حاجة جميلة يعني. وعن الارتجال وعن طريقة عملهم على خشبة المسرح بيّن نجوم المسرحية: يعني من أسباب يعني النجاح أو من أسباب إن احنا نتواصل مع الناس أو نلمس الناس إن احنا بنرتجل، بس ما بنرتجلش اعتباطا، لا، احنا بيبقى فيه فريم، واحنا كل واحد وبقى فيه شخصيات، وبنبقى عارفين كل مشهد بيسلم المشهد التاني فين، لكن الحوار نفسه بيبقى احنا بقى بنتكلم، فاحنا بنتكلم عادي لانه ارتجال، فبنتكلم على طبيعتنا، فانت بتحس ان احنا بنتكلم ببساطة، فالمواضيع بتوصلك بسرعة. هو احنا الارتجال زي ما خاطر وضح، هو فعلا بيبقى في فريم، بيبقى في حدود، ان احنا مثلا عارفين فكرة الموضوع، ان الفكرة استاذ نادر صلاح الدين معانا كان بيحط لنا فكرة، دلوقتي معانا ورشة برضو بتحط لنا الفكرة، بتحط فريم للفكرة، مثلا ان احنا في بنك وان احنا في موظفين وفي سرقة وفي كذا، بس لغة الحوار في المشاهد مش مقيدين بيها يعني، بس احنا مقيدين ان احنا نوصل من كل مشهد اللي وصلنا للدراما والمشهد اللي بعده، ان المشهد ده لازم يبقى فيه حرامي سرق، مش شرط بقى ايه اللي هيتقال حرفيا. عروض مسرح مصر بتكون ابتداء من 24 حتى 27 اكتوبر على مسرح الفنان الراحل بكر الشدي بالبوليفارد.